في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في إقامة بيوت شعر في البلاد العربية، وقع سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة مع وزير الثقافة المغربي مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة تحمل اسم دار الشعر بتطوان. مراسلنا في المغرب كريم القرقوري والتفاصيل. مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة ومحمد أمين الصبيحي وزير الثقافة المغربي لإنشاء مؤسسة تحمل اسم دار الشعر بتطوان تأتي بناء على دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تأسيس بيوت الشعر في الأقطار العربية، والتي أعلن عنها خلال مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورة 13. تم توقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة المغربية ودائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة لإنشاء مؤسسة تحت اسم دار الشعر كفضاء يلتقي فيه الشعراء من المغرب وخارجه للإسهام في تشجيع الحركية الشعرية في بلادنا في المغرب، وكذلك في توثيق الشعر المغربي وترجمته وتوسيع تداوله. حفل التوقيع تميز بالكلمة التي ألقاها عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وأكد فيها أن دار الشعر بتطوان تأتي تثمينا لمبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم الثقافة العربية وتطوير أدوات تنميتها والاهتمام باللغة العربية تعزيزا لدورها في الحفاظ على الهوية العربية الأصيلة، وأن هذا المشروع الثقافي سيكون حاضرا للشعر والشعراء مشجعا للمواهب الشابة وتقديرا لرواد القلم والقافية في المغرب من خلال برنامج ثقافي يقام على مدار العام. هذه المبادرة وهذا المسعى النبيل من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وجد رجع صداها الطيب من قبل الدول العربية ومن قبل المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية. تم افتتاح عدة بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، وها هنا الترحاب الكبير من قبل وزارة الثقافة المغربية بأن تكون مدينة تطوان مقرا لبيت الشعر في المملكة المغربية. وتبقى مدينة تطوان أقصى شمال المغرب التي تحتضن بيت الشعر واحدة من المدن العالمية الجميلة المتوفرة على إرث ثقافي عريق ومتميز وتاريخ حضاري غني ووفير، حيث يرجع تأسيسها إلى فترة حكم المسلمين بالأندلس، مما يجعلها مؤهلة لتتحول إلى عاصمة لرواد القلم والقافية بالمغرب وتعزيز مكانة الشعر والشعراء والمساهمة في تطوير الحركية الشعرية في العالم العربي ككل. بعد الأردن، مصر، موريتانيا وتونس، بيت الشعر يصل قريبا المغرب، مما يؤكد على نجاح مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بتعميم إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي. كريم القرقوري لأخبار الدار، الرباط.